الاوتكم للعلاقه. الاوتكم ده يعني مصير العلاقه، بس هو مش بيكون مصير مطلق، يعني هو مجرد طاقه. ما القادم في حياه برج الحمل اللي عايز يبين. اوكي، شكلك اتعرضت يا برج الحمل لحاجه صعبه. الفايف اوف سورد، الطاقه العامه من الورق، تعرضت لحاجه صعبه، خداع، خيانه، مشاكل، حاجه فيها ناس، فيها اكتر من شخص، يعني مش حاجه تخص الشريك بس، يعني كلام مثلا سيء، لان الفايف اوف سورد ده ممكن كمان يكون كلام في سمعه او كده. فشكلك اتعرضت لحاجه صعبه يا برج الحمل. الطاقه بتاعتك النايت اوف كابس، طاقه حب، طاقه مشاعر، يعني انت في عندك حب تجاه حد في الوقت الحالي، او انت بتفكر انك انت تقدم عرض حب لحد في الطاقة الحالية، في تفكير كتير في كده، أو أنت عندك حب يعني أو مشاعر تجاه، في طاقة حب يعني. برج الحمل طاقتك في الوقت الحالي، في أو في حد أنت قدمت له حب ومشاعر، والحد ده خانك، خدعك، خذلك. انت بتراقب كمان حد، او انت بتراقب حد، لكن انت موجوع مثلا من علاقه من الماضي او من السابق او كده، وبقيت حذر في العلاقات، بقيت حذر انك تقدم مشاعرك لحد او كده، في او خايف، او انت بتحب حد في عنده طرف ثالث، يعني كل حد ياخد القراءه بالشكل المناسب ليه، يعني في عنده طرف تاني، او انت اللي عندك الطرف التاني ومش قادر مثلا تقول مشاعرك للشخص التاني، فخد الاحتمال المناسب ليك. طاقه شريكك، طاقه شريكك القمر، المون، ممكن ده شخص مختفي، ممكن ده شخص انت ما تعرفش عنه كتير، ممكن ده شخص غامض، ممكن هو حزين في الوقت الحالي. طاقة شريك برج الحمل، الشخص ده ممكن يكون مختفي، مبتعد، مش باين، او انت ما تعرفش عنه حاجة قوي، او هو منعزل عن الناس او كده، وبادئ حاجة جديدة في حياته، وبيعمل توازن في حياته. بصوا، هو طاقته حلوة، بالذات ان هنا كمان في الطاقة بتاعته، يعني هنا القمر وهنا الشمس، طاقته فيها توازن فعلا في الوقت الحالي. ممكن هو مبتعد مثلا لتأمل او بداية حاجة جديدة في حياته في الوقت الحالي. ممكن هو كمان بيراقبك، بس بشكل مختلف عن الشكل اللي انت بتراقبه بيه، لان انت عندك شبه كده فوبيا علاقات بسبب خداع، يا اما خداع متكرر من نفسه هو الشخص، يا اما حاجه حصلت ليك في السابق او في الماضي. طاقه العلاقه ما بينكم انتوا الاثنين الكوين اوف واند، طاقه العلاقه بينكم انتوا الاثنين. طيب انا شايفه طاقه فيها حماس، طاقه فيها شغف، فيها توازن، فيها اتنين اذكياء، اتنين محبين، اتنين ناجحين. شايفه كمان احرف، شايفة أحرف، شايف حرف الـ N، حرف الـ M، حرف الـ E، حرف الـ H، حرف الـ B، دي ممكن حروف تخص حد منكم أو كده. شايفة طاقة العلاقة ما بينكم فيها رغبة في اعتذار أو مصالحة أو اعتراف بحب أو اعتراف بمشاعر، وفي قرار لازم يتاخد بشأن ده. في كمان انتوا شايفين، ممكن تكونوا انتوا الاثنين من نفس الساين، من نفس البرج، او من نفس يعني انتوا الاثنين مثلا تكونوا برج ناري، او انتوا الاثنين تكونوا حمل، في احتمال لده، او حاسين انكم انتوا الاثنين مرايه لبعض. تمام. مشاعره تجاهك التمبرنس، مشاعره تجاهك حلوه قوي قوي قوي، مشاعره تجاهك كويسه. انا شايفه هنا ده شخص طيب، شخص طيب، شخص كويس، شخص منعزل لتحسين وضعه، تحسين نفسه، بادئ حاجه جديده. ممكن يكون في بينك وبينه فرق سن، ده للبعض ممكن يكون، او تعرفه من زمان، او تشوفه وتحس انك انت تعرفه من زمان. المهم مشاعره هنا تجاهك مشاعر محبه، مشاعر سلام، مشاعر تواصل روحي،
مشاعر الشفاء، ممكن الشخص ده انت من اسباب مثلا نجاحه في حياته او تقدمه في حياته، كون ان هو بس بيفكر فيك. شايفاه شخص روحاني، التمبرنس ده اللي هو كارت برج القوس، ده ممكن يكون شخص كمان روحاني او بيستعمل روحانياته او عينه التالتة قوي، مشاعره تجاهك او تجاه العلاقة. القمر برضو الشخص ده انت بتساعده ان هو يتوازن في حاجة صعبة هو مر بيها، يعني مش انت بس اللي عندك حاجة صعبة، هو كمان حاجة صعبة هو مر بيها، انت بتساعده ان هو يعمل توازن. حاسس بتواصل روحي قوي بينك وبينه، ممكن انت كمان بالنسبة له غامض او احاسيسك او مشاعرك غامضة بالنسبة له في الوقت الحالي. الشخص ده متفاجئ او متفاجئ في الوقت الحالي بالمشاعر اللي هو حاسسها، اللي هو حاسسها ناحيتك. او الشخص ده حزين في الوقت الحالي بسبب انفصال حصل بينك وبينه، في تروب قوي جدا حصل بينك وبينه، انهيار للعلاقة. الشخص ده حزين جدا في الوقت الحالي وبيحاول ان هو يتواصل معاك على الاقل روحيا في الطاقة الحالية علشان يجذبك ليه تاني، او انك انت تسامحه، او ان هو يحاول يسامحك، ايا كان مين اللي عمل في مين. نوايا تجاهك او تجاه العلاقة، ايه نوايا؟ ذا صن، الشخص ده عنده ورق قوي جدا، ورق واضح جدا. نوايا تجاهك ان هو يوضح لك حاجة، يوضح لك امور، يكشف لك مثلا اسرار معينة، يكلمك عن نفسه، لان هو هنا القمر، هو مختفي، هو غامض، هو منعزل عن الاخرين. هنا ممكن يكون عاوز يوضح لك اللي هو بيحس بيه، نوايا تجاهك او تجاه العلاقة. الشخص ده نوايا تجاهك او تجاه العلاقة، ممكن انت يبين لك حاجة مثلا حصلت في حياته، او ان هو اتعرض لايه في حياته. الشخص ده متردد ممكن في الوقت الحالي بسبب ان في شيء لازم ينهيه في حياته الاول. هو عنده اكيد مشاعر حب تجاهك، لكن في حاجات لازم تحصل تغييرات في حياته عشان الشمس دي تطلع، او الشمس دي تكون، او الامور دي توضح، الحاجات دي لازم تنتهي اللي موجودة في حياته او في حياتك. يعني خطواته القادمة تجاهك أو تجاه العلاقة ذا فول، زي ما قلت في حاجات لازم تخلص خالص وتبدأوا من زيرو. الشخص ده كمان عاوز ياخد خطوة ممكن تكون مش محسوبة قوي، مش مدروسة قوي، أو بمجرد انتهاء الشيء السيء مثلا اللي بتمر بيه أو بتمر بيه العلاقة ياخد القرار على طول، او يبدأ معاك بداية جديدة تماما. لو انت شخص، انا شايفة هنا للبعض ممكن ده شخص جديد، للبعض الاخر ممكن ده شخص انت كنت معاه في مشاكل، حزن، الم او كده، والشخص ده بيعيد برمجة نفسه وحياته في الوقت الحالي. نوايا تجاهك، خطواته القادمة تجاهك. الشخص ده جاي لك بطيبة وحب بسلام، شخص روحاني جدا، حكيم، اتعرض لحاجات كتير اكسبته حكمة، خبرة، عقل. ممكن يكون هو سنه صغير مثلا وعقله اكبر من سنه. ممكن يكون هو شخص متدين لكن مش بالشكل الظاهري، بالشكل رغم ده مش بحب كلمة متدين دي يعني، بس كأن حد بيستعين الشيء يعني، لكن هو كأنه شخص عنده الحدس قوي جدا، عنده طاقة العين الثالثة موجودة قوي يعني، أو هو بيتبع حدسه بشكل كبير. إيه، وفي شوية أسرار برضه، في شوية أسرار عنده في نواياه أو في خطواته أو كده، هو مش مفصح عنها للآخرين أو ليك في الوقت الحالي. الأوت كام للعلاقة ذا لافرز، انت يا اما هو هيسيب حد وراه يا اما انت هتسيب حد وراك، المهم انكم هتكونوا موجودين مع بعض. ده كارت العاشقين. الكارت ده مش بيقول لي قوي جواز، لكن هيكون في علاقه، يعني هيكون في مشاعر وحب وكده. ايه نوايا تجاهك او تجاه العلاقه؟
الاوتكم، الاوتكم اللي جاي في العلاقه. في مشاعر، في حب، في تقدير، في استقرار، في تغيير لحاله انتوا بتعيشوها في الوقت الحالي. ممكن يكون في حاجه فيها شغل تشتغلوها مع بعض، في سفر ممكن تسافروا مع بعض، ممكن الشغل ده يكون عن طريق الانترنت، ممكن في نوع من انواع الاستقرار يعني، او الشخص ده يكون انت رئيسه في العمل او هو رئيسك في العمل، بيحصل بينكم مشاعر حب او يعترف لك بالحب اللي عنده ده او كده. بس في حاجه مثلا هتخلوها في بدايتها ما تكونش ظاهره للاخرين، يعني ما يكونش الاخرين يعلموا عنها. يعني انا عايزه اشوف من الرومانس مشاعره تجاهك او تجاه العلاقه، لان هنا هو حاسس بايه، لكن ما فيش مشاعر تجاهك. ايه مشاعره تجاهك او تجاه العلاقه؟ حد فيكم كان في علاقه سامه او في طاقه سامه، او عنده طاقه ادمان مثلا، ادمان على حاجه او كده، شايفه في مشاعره تجاهك او تجاه العلاقه في مشاعر حب، ممكن كمان ممكن تكون واصله لتعلق، او الشخص ده مدمن على شيء بوظله حاجات كتير في حياته في السابق، وهو بيحاول يعمل شفاء وتوازن في الوقت الحالي، او كان في علاقه سامه او علاقه فيها تعلق عملت له مشاكل في حياته وهو بيحاول يخرج منها. هنا كمان في مشاعر تجاهك، الشخص ده ممكن يكون بيدعي ربنا انكم تكونوا موجودين مع بعض، يكون مستعد ان هو يبذل مجهود اكبر، لان هو شايف انك انت الحب الكبير بالنسبه له. الابراج اللي موجوده هنا، برج الحمل، انا شايفه برج الحوت، العقرب، السرطان، الميزان، الاسد، القوس، عقرب تاني، عذراء، حمل، ثور، عذراء، جوزاء. دي الابراج اللي موجوده، برج الاسد برضو تاني او القوس، دي الابراج والطاقات اللي موجوده. القادم في حياه العازبين، في شخص بيحبك، ممكن يكون اصغر منك، ممكن يكون شخص انت كنت معاه وعايز يقدم لك اعتذار او مصالحه او كده. من قادم، ممكن كمان جاي لك رزق خير او كده، لان انا هنا بقول من قادم مش من القادم. من قادم بتشمل زواج، عمل، نجاح، ارتباط، فلوس، اي حاجه ممكن تظهر قدامنا. من قادم لبرج الحمل في الفتره اللي جايه. طب الاثنين يا برج، الاثنين ممكن انت في ارتباط، ممكن يحصل فيه زواج مع شخص هو مستقل. انا شايفه شخص روحاني جدا على فكره، لو القراءه دي مش مناسبه معاك فانت ممكن ما تكملش، يعني تبقى هي مش منطبقه معاك. يعني لو انت مثلا شريكك صعب وفظيع وخاين وعمل ومعرفش ايه، فتبقى دي مش ليك، او يمكن اتحسن او اتغير. يعني انا شايفه شخص روحاني عمل استقرار، استقلال لنفسه. الحاله، بص هقول لكم على حاجه، حاله الحب دي بتكون حلوه قوي، اللي هو حد مستغني بنفسه عن الجميع. حاله الحب اللي بتكون دي حته كده طبقيه هديها لكم، اللي بتكون فيها احتياج لفلوس، ان حد مثلا يكون مسؤول عني او يصرف عليا او كده، احتياج لمشاعر، ان حد يعطف عليا، احتياج لاهتمام، احتياج. طاقه الاحتياج بتجذب الشريك الخطأ، اللي هو يعذبك في الشيء اللي انت محتاجه، تمام؟ طاقه الاستغناء والاكتفاء بالذات طاقه بتجذب زواج ناجح، شريك مناسب، ويخليك على الوضع ده دايما، يعني يخليك انك انت شخص مكتفي وعندك طاقة استغناء. فخلوا بالكم من الطاقة بتاعتكم وانتوا بتجذبوا شريك الحياة، او انتوا بتختاروا شريك الحياة، او انتوا بيحصل فيه تصالح او عودة. عشان الموضوع يستقر ويستمر لازم اكون انا مبسوط وانا مع نفسي، ومتصالح وانا مع نفسي، وسعيد وانا مع نفسي، عشان اجيب طاقة شبيهة ليا. لو انا في طاقة فقر لأي شيء، فانا هجيب برضو الطاقة اللي شبيهة ليا. خدوا بالكم من النقطة دي. انا شايف هنا برج ثور او برج عذراء، طاقات مائية، شخص روحاني جدا. ممكن تكون العلاقة دي هتروح لزواج على فكرة، استقرار، وممكن كمان يكون فيها عمل مشترك. اهو، زواج ولا مش زواج؟ زواج.
في زواج اكيد برج الحمل، لو الطاقه ماشيه معاك من البدايه، او اجتماع او لم شمل او مصالحه، ايا كان الوضع بتاعك هو ايه. لكن انا شايفه في ويدنج، في ارتباط، في زواج، وشايفاه ناجح كمان، شايفاه ناجح. بعضكم ممكن انت بالفعل لقيت الشريك. على فكره مش هتقول ورقه تاني، لازم تكون حالتك كده، لازم تكون الطاقه بتاعتك او الحاله بتاعتك ايجابيه، تمام. بعضكم ممكن يكون عانى من مشاكل اسريه في السابق، لازم ان هو يتحرر منها، دي الطاقه بتاعت الورقه، تمام. بعضكم عانى من مشكلات، ممكن يكون مشكله في الاسره بينك وبين الشخص ده، او بينك وبين شريك اخر، او هو بينه وبين شريك اخر، في سيركل معين انت بتلف فيه بقالك فتره، ممكن ده بيسبب لك فشل في علاقاتك العاطفيه بسبب حاجه حصلت في حياتك. ممكن ده ما يكونش خاص بيك، يعني ممكن يكون خاص باسرتك، بالاسره الكبيره عندك اللي هم الاب والام او كده. ممكن تكون مثلا كان فيها انفصال، او كان فيها لخبطه مثلا، فانت عندك مشكله من الطفوله. ممكن ده ما يبانش، يعني ممكن ده انت ما كنتش حاسس بيه او مدركه، فده محتاج مثلا انك تعمل تامل، تعمق اكتر، تشوف ايه الاسباب اللي بتخلي حاجات في حياتك تبوظ، بالذات على المستوى العاطفي اللي هو احنا بنتكلم عنه في الوقت الحالي، وتتحرر من ده، تتحرر من شكل الافكار اللي بتوصل علاقاتك ان هي ما تكونش ناجحه، او ان هي يكون فيها الم او قلق او خوف او عدم احساس بامان، او الحاجات دي كلها لازم انت تتحرر منها، سواء انت او الطرف الاخر، وتكون تفكيرك ايجابي تجاه الاشخاص، تفكيرك واحاسيسك، لان لازم الافكار تربطها بمشاعر علشان تتحقق. زي كده لما بنزعل ونحزن او نفكر في طاقة سلبية، فبناء عليه بنحس بمشاعر سلبية وحزن وألم، بناء عليه يحصل في حياتنا كثير من الألم، كثير من السلبية. نفس الكلام لو احنا فكرنا بشكل إيجابي وحسينا مشاعر إيجابية، يحصل في حياتنا أحداث إيجابية، ويدخلوا حياتنا أشخاص إيجابيين. خلوا بالكم من النقطة دي كويس أوي يا برج الحمل. طيب نشوف إجابة الملائكة لبرج الحمل. نفس الكلام. بعضكم في عنده مشكلة مع حد، أو شايف حد مثلا في دماغه أو كده. طيب هنا بيقول لك في حاجة تانية أحسن، أو في حاجة تانية أفضل. ممكن يكون شخص، ممكن يكون فكرة، ممكن يكون تصرف، يعني في حاجة تانية أحسن من الحاجة اللي أنت بتعملها دلوقتي. تأكيدا عليه هنا بيقول لك هنا اختار طريق تاني، أو اختار طريقة تانية، ففي حاجة أحسن من الحاجة اللي أنت بتعملها دلوقتي، أو أحسن من الوضع اللي أنت موجود فيه دلوقتي، والحاجة دي في إيدك أنت اللي تعملها. يعني هنا كمان بيقول لك ask for help from others، خلي حد يساعدك، خلي حد استشير حد، الحد ده لازم يكون حد خبرة في الحاجة اللي أنت عايز تستشيره فيها. من الواضح انك انت لازم تلجأ لحد للمساعدة في الوقت الحالي، او ممكن تلجأ لربنا سبحانه وتعالى استخارة، لان بصوا هنا دي تحت الورق بتاعه خطير بصراحة. يعني هنا برضو انت مطلوب منك مديتيشن برينج انسر، المديتيشن او التأمل او الدعاء، او انك انت تقعد في لحظات كده تاخد فيها وقت مع نفسك. انت عندك لخبطة في دماغك، او حاجات، اسئلة مش لاقي ليها اجابات، هتجيلك الاجابات في اللحظات دي اللي انت هتعمل فيها تأمل او استخارة او تدعي ربنا او ايا كان، يعني وبالشكل اللي فيه انت عليه معتقدك او دينك. في عندك بداية جديدة، نجاح من اول وجديد، صفحة جديدة تماما في حياتك. وهنا بيقول لك ليت جو، في حاجة لازم تسيبها او تتخلص منها، افكار، اشخاص، تصرفات، عادات، ايا كان، عشان انت في صفحة جديدة تماما.